سائل: إذا قال الزوج لزوجته أنت محرمة علي، ما حكم ذلك؟ إذا قال لها أنت محرمة علي فيكفر كفارة يمين لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم استدل به على أن من قال لزوجته أنت محرمة علي أنه يكفر كفارة يمين، والله تعالى أعلم.